إذا كما قلنا اتفاقية 82 حددت لي في المواد 91 92 الشروط المتعلقة بالسفن التي تمارس الملاحة في منطقة أعالي البحار. هذا هو الحكم، لا يجوز السفينة التي تبحر تحت علمي دولتين أو أعلام أكثر من دولتين مستخدمة إياها أن تدعي لنفسها أي جنسية من هذه الجنسيات، يعني يجوز اعتبارها وفق الاتفاقية عديمة الجنسية. إذن يجب أن تبحر تحت علم دولة واحدة فقط، ويجب أن تكون هناك رابطة حقيقية بين الدولة والسفينة، ولا يجوز لها أن تغير هذا العلم أثناء الرحلة أو أثناء وجودها في ميناء دولة أخرى كزيارة. إذن هذه بالنسبة لحكم الملاحة والسفن التي تتحرك للملاحة ضمن منطقة أعالي البحار. السفن الحربية عندما تكون في أعالي البحار، هناك حكم وضعته المادة 95 أنها تتمتع بحصانة تامة، لا يوجد لأي دولة أجنبية ولاية على دولة السفينة أو على السفينة التي تحمل علم معين، إذا كانت هذه السفينة حربية كما تكلمنا أعتقد في محاضرات سابقة، وتكلمنا أنه السفن الحربية عندما تكون موجودة في المياه الإقليمية تتمتع بحصانة كاملة. وهنا نفس الحكم، في أعالي البحار تتمتع السفن الحربية للدول بحصانة كاملة. إذا هذا فيما يتعلق بمسألة ممارسة الملاحة ضمن منطقة أعالي البحار. في بعض النقاط نذكرها على سبيل المثال فقط. في عندي محظورات على السفن أثناء وجودها في أعالي البحار، أشياء يحظر على السفينة السفن أي دولة في العالم أن تمارسها عندما توجد في أعالي البحار. من ضمن هذه المحظورات، المادة 99 تتكلم عن حظر الرقيق، حيث لا يجوز أبدا أن يتم ممارسة هذه الأعمال في منطقة أعالي البحار، وهناك اتفاقية خاصة بحظر الإتجار بالرق أو ما نسميه Human Trafficking. المادة 100 برضو حظرت أن يتم ممارسة أعمال القرصنة، بل وأوجبت على دول أن تتعاون من أجل قمع أعمال القرصنة. أعمال القرصنة وفق اتفاقية 82 هي أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة. أعمال إيش؟ أعمال سلب ونهب وسرقة، ويكون موجها هذا العمل الغير قانوني طبعا الذي يحتمل على أعمال عنف والذي في فحواه هي أعمال سلب، يعني يكون موجه في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى، ضد أشخاص أو ممتلكات على متن تلك السفينة أو تلك الطائرة، أو ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أي دولة أخرى، فهذه يعتبر بمثابة عمل من أعمال القرصنة، فلا يجوز أبدا أن يتم ممارستها، بل يجب على الدول وفق اتفاقية 82 أن تتعاون من أجل مكافحة أعمال البايرسي أو أعمال القرصنة. إذا هذا بالنسبة لي من ضمن المحظورات. إذا من ضمن المحظورات حظر الإتجار بالرق وحظر أعمال القرصنة، بالإضافة إلى يعني وجوب على الدول أن تقوم بالاتحاد من أجل منع أعمال القرصنة. من ضمن المحظورات على السفن أيضا وفق المادة 108 يحظر الإتجار بالمخدرات أو بالمواد التي من شأنها التأثير على العقل. وهنا في حكم مميز بيقول لي لأي دولة لديها أسباب معقولة، يعني reasonable doubts للاعتقاد أو reasonable grounds to believe أنه سفينة بترفع علمها تقوم بالإتجار غير المشروع بالمخدرات أو غيرها، أن تطلب تعاون الدول الأخرى من أجل قمع هذا الإتجار. من ضمن الحريات أيضا التي تملكها الدول في أعالي البحار حريتها في البث الإذاعي، لكن إذا كان هذا البث يعني غير مصرح به، كون أنه من شأنه الإضرار بسلامة إحدى الدول الساحلية أو غير الساحلية، فإنه يكون يعني محظورا وفق اتفاقية 82. المادة 109 هنا بتتكلم عن البث الإذاعي غير المصرح به من أعالي البحار.
اطلع ايش بقول لي هنا، لاغراض هذه الاتفاقيه البث الاذاعي غير المصرح به هو ارسال اذاعات صوتيه او تلفزيونيه من سفينه او منشاه في اعالي البحار بنيه استقبالها من عامه الجمهور بما يخالف الانظمه الدوليه. هي ممكن يكون نداءات عبر سفينه موجوده في اعالي البحار لسكان دوله معينه لاغراض قلب نظام الحكم في تلك الدوله، هذا يعتبر بث اذاعي غير مرخص به. اذا هي اذاعات صوتيه او حتى تلفزيونيه من سفينه متواجده في اعالي البحار لاجل استقبالها من عامه الجمهور في دوله معينه بما يخالف الانظمه الدوليه. مين الذي يستطيع ان او الذي يمكن ان يحاكم نتيجة القيام بأعمال بث إذاعي غير مرخص به؟ أي شخص يمارس هذا العمل بشرط أن يكون شخصا طبيعيا. أين يمكن أن يحاكم هذا الشخص؟ يحاكم هذا الشخص أمام دولة علم السفينة أو دولة تسجيل السفينة أو الدولة التي يكون الشخص من رعاياها أو أي دولة يمكن استقبال البث فيها أو أي دولة يشكل هذا البث تشويشا على اتصالاتها اللاسلكية المصرح بها. في حاجة بسموها في القانون الدولي حق الزيارة. حق الزيارة يعني انه يكون في عندي اشتباه بسفينة معينة، فبتروح السفينة التي شعرت بشبهة السفينة الاخرى بترسل زورق مطاطي بيكون عليه ضابط فيزور تلك السفينة نتيجة هذا الاشتباه من أجل التأكد من أمور معينة. فتعالوا نشوف حق الزيارة أو the right to visit according to article 110 of the 1982 أو اتفاقية 82 اتكلمت عن حق الزيارة وفق المادة 110. ما هو هذا الحق؟ تعالوا نتفرج وفق المادة 110 ما المقصود به. باستثناء الحالات التي تكون فيها أعمال التدخل مستمدة من سلطات تمنحها معاهدة معينة، ليس لدى سفينة حربية تصادف في أعالي البحار أي سفينة أجنبية من غير السفن التي تكون لها حصانة تامة ما يبرر تفقد هذه السفينة ما لم تتوافر أسباب معقولة الاشتباه فيه. يعني الحالات اللي بتكون فيها يعني خلينا نقول بشكل أوضح، السفن الحربية إذا صادفت في أعالي البحار أي سفينة معينة اشتبهت فيها بأنه بتقوم بأعمال قرصنة، لاحظ الحق قاصر عمين السفن الحربية هي فقط التي تستطيع أن تمارس حق الزيارة. إذا كان اشتبهت السفينة الحربية هذه بسفينة أخرى تمارس القرصنة تجارة الرقيق بث إذاعي غير مرخص فيه، سفينة عديمة الجنسية، أو السفينة رغم أنه بترفع علم أجنبي أو رفض إظهار علم هي في الواقع سفينة من نفس جنسية السفينة الحربية، إذا شكت بأي شيء من هذه الأشياء يجوز للسفينة أن تشرع في التحقق من حق السفينة في رفع علمها. فيجوز لها يعني السفينة الحربية أن ترسل زورقا تحت قيادة أحد الضباط إلى السفينة المشتبه بها، وإذا بقيت هذه الشبهة بعد تدقيق الوقائع أو الوثائق عفوا الموجودة عندها، يعني أنا رحت على السفينة تثبتت من الوثائق ومع ذلك ما زلت أشتبه بها، يجوز للسفينة الحربية أن تشرع في المزيد من الفحص على ظهر السفينة، يعني تتفحص تفتح المخازن العنابر إلى آخره حتى تتأكد من عدم وجود الشبهة التي يعني شعرت بها. إذن هذا فيما يتعلق بفكرة حق الزيارة. حق الزيارة تمارس السفن الحربية على سفن تشتبه بها نتيجة قيامها بإحدى هذه الأعمال أو تشتبه بقيامها بإحدى هذه الأعمال، فبتبعث إلها زورق ليقوم بعملية التثبت من وثائق هذه السفينة ومن أنها لا تمارس أي أعمال. حق المطاردة الحثيثة ومن الحقوق التي تكلمنا عنها في المحاضرات السابقة والتي شملها النشاط الذي تكلمنا عنه أو الذي أعطيتكم إياه مسبقا، فلذلك راجعوه من ضمن المقرر واعرفوا ما هو المقصود بالمطاردة الحثيثة وشروطها. وبذلك أكتفي وأترككم في عناية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.